ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. عبر سائق سيارة أجرة عن معاناة هذه الفئة من المجتمع التي تعاني في الصمت في غياب أي مبادرة من طرف الحكومة للالتفات إلى العاملين في هذه المهنة المتعبة التي أصبح معها السائق المهني يعاني كثيرا. نناشد الحكومة ونناشد المسؤولين في هذه البلاد أنه لا بغاو يحافظوا على التوازنات الاقتصادية والتوازنات الماكرو اقتصادية تحكم في الطرف الحفاظ على العجز والوزن. هاد الشيء راه ما تيداش على حساب طبقة مطحونة، طبقة اللي تدفع وما تتستافدش. تصور معي أنه أي حالة فينا اللي تيكون تيأدي 3500 درهم حتى 4000 درهم ديال الضرائب، وأنا نحسبها لك لا هضرة في الهواء ولا خطوات في الهواء، على الأرض. الإنسان اللي تيأدي في الدنيا 1200 درهم، الإنسان اللي تيأدي على التأمين شهريا 700 درهم، الإنسان اللي تيأدي في الضريبة على المحروقات في الطبيعة، باش تنديو البنزين بحالنا بحال جميع الطبقات، 20% ديال الضريبة على البنزين ديال الأرباح ديال الأم تنديوها، مزيان 20% على القطاع الغيار تنديوها، تندفعو حتى 4000 درهم شهريا، وهاد الطبقة ها هي تدفع، ها هي تتأدي الواجب، وفينا هي الحقوق؟ راه حرام حشومة، حسب معايا عدد الساعات ديال العمل. توسط 14 ساعة كاين اللي تينعس في المحطة، وراه أنا الأوان صيانة حقوق هاد الناس، راهم آباء، راهم مسؤولين على أول أبناء، واش أنت تطحن في خلق كيف بغيتيه يشأ لك جيل ولي يربي لك جيل ولي يقري جيل ولا راك تطحن في أمة، تطحن في طبقة مطحونة وتتزيد طحنة، راه كافة صاحبي، راه كافة 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 كافة. العدالة الاجتماعية لا تقتضي أنني إذا دفعت ضرائب يجي مستفز في الضرائب، قول لي أش نستفز؟ أنا حسبت لك دابا 3500 درهم حتى 4000 درهم، أش علاش نحصل كمقابل من هاد الدفعة ديال 4000 درهم؟ لا شيء، راه والو، أباركة، الطبقة راه هي دخلوها الناس بشواهد، دخلوها الناس، راه والله العظيم أقسم لكم يمين أنا تنخاف من طورة الجياع في هاد البلاد هادي، راه في المغرب كامل في الدار البيضاء، راه عندنا أصدقاء حلفيين في الدار البيضاء بالجزيرة. راه العافيه شاعله، راه يعانون اصاحبي، راه تيكابدوا، راه تيعانيوا، راه حنا عندنا مصاريف، عندنا ملي تدي لي 60% من المداخل ديالي اش تخلي لي؟ باش غنعيش؟ باش نقري ولادي؟ وباش غنسامح نميت هاد البلاد؟ باش غتكون عندي قواعد ديال المنافسه؟ عباد الله راه لا يعقل، والناس دابا تطالب بمجلس ديال المنافسه، ولا يعقل انه عندي واحد المنافس في نفس المارشي في نفس الميدان وتيستافدوا، عدوا حقوقه وعدوا تياخذ مازوت باسعار مختلفه عليك كرسميتو طوبيز، وعاد المقاعد ما تيحترمهاش، وزيد وزيد، وانا شنو هذا الشيء؟ واش هذا الاقطاع هذا؟ اش هذا اتينا ديال قبل 2400 سنه؟ شنو هذا الشيء اصاحبي؟ راه القرن الواحد والعشرين هذا، راه القرن الواحد والعشرين هذا، خاص تكون مساواه، خاصني نحس بالانتماء لهذ البلاد، انت تكون تستافد وتنتحترم كضعيف مقابل واحد الاقطاعي، واحد المصيبه كحله تيطحن فيا صاحبي. خاصني نستافد، خاصني نحس بانه بلادي تتحميني، خاصني نحس بانه مؤسساتي تتحميني. واش صافي نهربوا؟ واش صافي نبيعوا المشاق؟ راه نبيعوا المشاق نمشيو نحرقوا نمشيو نهاجروا نمشيو، ولكن لا، راه بغينا نبقاو في بلادنا، بغينا نربي ولادنا في بلادنا، بغينا نحافظوا على هويتنا، بغينا نحتفظوا على ديننا، قيامنا، نساهموا في بلادنا. علاش ما بلادناش؟ علاش واحد البلاد بحال المغرب تيساوي شركه في كوريا الجنوبيه؟ الدخل القومي ديال المغرب 120 مليار دولار، الدخل ديال سامسونج 120 مليار دولار، شركه في كوريا الجنوبيه اللي مساحتها ديال 90000 كيلومتر مربع تتساوي الدخل القومي ديال واحد البلاد ديال 720000 كيلومتر مربع. علاش الدخل ديال فرنسا اللي فيها ديال اسبانيا اللي فيها 350000 كيلومتر مربع 1200 مليار، علاش الدخل ديال المغرب اللي 700 كيلومتر مربع؟ علاش كيفاش ما مستافدينش من الطاقات؟ ما مستافدينش من طاقة بلادك؟ هاد الخوانين الحلوة هادو، هاد الناس اللي تيمثلوا هاد خاص الدولة، وخاص اش غنقول لك؟ راه استغفر الله العلي العظيم، اللهم إنا نسألك اللطف، اللهم إنا نسألك اللطف، راه مساك أنت هاد الناس اللي بهاد القطاع، لا ما كانوش تيفهموا، اش تيدير مسكين في هاد أدية الضريب وما تستافد؟ راه خاصك أنت اللي مثقف، أنت اللي واعي، أنت اللي نخبة تما، خاصك تراعي. نذكروا المقولة ديال المرحوم بوعبيد، راه كان معتقل وجاو الناس يتظاهروا ضده باش يتعتقلوا، كان قال لهم انا من اجلكم هنا. تذكروا يا صاحبي، تذكروا باش بلادكم دير واحد الاقلاع، نساهموا كما مواطنين في الدول الاخرى،
الكرامة ديال البشر راه فوق كل شيء، فوق الانتهازية، فوق التصمصير، فوق كل شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.